منهم من وصل حديثا ومنهم من جاء من عدة شهور. مشاهدي برنامج أهل المدينة، نحن اليوم في حي الأربكية في الموصل المحررة من الجانب الأيسر، ومثل ما تشاهدون العائلات متوقفة ومتواصلة هنا لانتظار المساعدات. راح نسوي هذه التغطية الخاصة في حي الأربكية. وصلت من اليمين للايسر، شنو حصلت؟ واول شيء ايش قصر لك انت من وصلت هنا؟ 40 يوم تقريبا احنا بهالجانب. 40 يوم. كل شيء ما حصلنا. قسيمتنا انطيناه للوكيل، حصلنا 40 يوم ما حصلنا غير زيت وسكر. بس كل شيء ما اخذنا، اما مساعدات اي مساعدات ما اخذنا. وضعك الصحي يعني اشوفك انت يعني شوف انت وضعي تعبانين، وعفنا بيوتنا وجينا هنا نركض ورا لقمه العيش مثل ما يقولون. شنو الوضع هناك المناطق غير المحررة تدري بيها؟ والله احنا اللي جانا خبر عن مناطقنا والله كلها راحت، انسلبت كلها. داشر البيوت مفتحة وكلها راحت. هذا الخبر اللي جانا. اي والله ما اعرف عنه شيء. انا من الزنجيلي. من الزنجيلي، ايش قصالك من الزنجيلي؟ هاي صار لي شهر. شهر. شلون الوضع هناك بالزنجيلي صار؟ والله بعد ضرب وميتين من الجوع. وعندي معوق انضرب يعني شظياتي 11 سنة. ونشيل وجبته وديته على اربيل ما عالجوه، جبته هنا ما حد يعالجه الا اهل المروعه يعالجوا لي هو. وهاي من استلم المواد كل شيء ما استلمت بعد، وقاعده صدقه عند العالم. عندي 5 صغار ولاد وابوهم رجال كبير. شلون طلعتوا من الزنجيري وصلتوا لهنا؟ والله انهزمنا من الفروع من حي الصحه ونحن طالعين من الجوع. اسعيا خبرنا ياكلون حشيش هناك، متنا من الجوع عشان نسوي يا اخويا وجينا. والله احنا نطالب بشرطة المفصولين، عندنا المحافظ قبل نهارين قاعد ويا وزير الداخليه ما جاب طارينا، قايد الشرطه ما داعي يجيب طارينا. يعني قايد عمليات نجم الجمهوري ما داعي احد داعي بينا. احنا شرطه المفصولين، انا اجد يعني رئيس الوزراء مدير شرطه المحافظ، احنا شرطه احنا الداخليه ما داعي احد يجيب طارينا نهائيا. نريد نرجع على دوامنا. اكو قسم عندكم رجاء يعني؟ اي اكو جماعه مسوين عوده ردوا، احنا كنا يعني مناطق ما قدرنا نطلع انفسنا منها. اي والله تعرف انت ورانا ورانا ذولي. والله عندي خفقان بالقلب، وعندي تهدل بالصمام، وعندي ضغط، وعندي سكري، وعندي قالون، وعندي حصب الكلى. حين مرضانه، وعندي هسه مريضين بالبيت، بنيه وليد مرضانين، واني مهجره. صار لي سنتين بالجانب الايمن، واسلم علاجي من مركز الشفاء ماله. الأيمن وتهجرنا وجينا من جانب الأيمن من أصلاح على مشينا على هذا حي الآبار، ومن حي الآبار على حي الثورة، من حي الثورة جينا اللي جاي. اي والله وما عندنا كل شيء، حتى فرش ما عندنا هسه من العالم، ملبسنا من العالم، ماعيننا من العالم، وسع جاعدين بيت جزا الله خير لمن طانا بيت. هذا شهر قالوا قعدوا بي لمن ما يصير عندكم أجار. والله واقعين فردنا وصاحبتي تامة آني هسا ما أقدر أقف 5 دقائق بالشمس. إحنا من ساحل الأيمن وضررنا وبيوتنا قصونا الدواعش ومأساة، وكنا عايشين بسجن موتونا من الجوع، اعتقلوا ولادنا. يعني الحياة دمار في دمار، ما كنا نشرب تقريبا شهر، احنا بلا اكل او شهرين، كله بسبب حصار داعش. حصرنا من المواد، حصرنا هسه اللي بقى ورانا جاي ياكلون، حتى الحشيش جاي ياكلون، حتى الكرتون جاي ياكلون. يعني شاد محاصرين مقفول البوم فيهم. ونطلب من الحكومه ان تساعدنا يعني توزيع الرواتب ومعاناه المواطنين، ايجارات ابو السكن يعني ماكو اكل وشرب.